شكله ما يموت يا عمي، ده وحش. سلام، كيف حالكم؟ شاركم طيبين ومبسوطين. كول اوف كاتولي، ان شاء الله بدك تسمع صح. لعبة غريبة فيها تحقيق وفي نفس الوقت فيها نداء من شخص الظاهر اسمه كاتولي، فخلونا نستكشف عالم اللعبة الغريب والمخيف في نفس الوقت، خاصة أنا بحب ألعاب التحقيق. فلا تنسونا الاشتراك واللايك والهم من هذا كله طبعا النشر، واكتبوا لي رأيكم وإحنا قاعدين نلعب. خلونا نبدأ. وي وي وش ذا؟ ايش ذا المحل؟ هو كم مرة قام هذا؟ بعدين واضح انه متزوج مع خاتم. طبعا قاعد العب على جهاز البلايستيشن 4 العادي. مين ده اللي قاعد يقطع في السمك يا جماعة؟ شوفوا كيف، شيء غريب والله العظيم، كأني داخل محل سمك. هذا واحد يموت في شيء اسمه سمك. اوكي تو كروتش. هاي يعني من هنا ما في بابا. طب ايش هذا؟ هاي مجينا افكه. طب ايش في هناك؟ ماني شايف شيء. خلونا نشوف الباب هذا اللي من هنا ننزل. الى الان الاجواء غريبة ومرعبة في نفس الوقت. شوف الشمعة كيف. اوكي الباب هذا ينفك؟ ما ينفك الباب هذا. تحس كأنك في كهف. اوكي هات هي كذا حلو. طيب هنا ايش في؟ اوكي زي المقص. نقدر نقص فيه السلسلة، فكرة. طيب خلينا نشوف. فك السلسلة بس كذا. انا ما عدني عارف في طريق في الخلف، في طريق من هنا. وش ذا؟ ما فهمت كلامه. وش اللي تسحب وما تسحب؟ والله في حوت ميت هناك، الحوت المتوحش على قولتهم، أذكى حيوان يمكن على وجه الأرض. What's وي 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 وي، شايفين كيف؟ طب ليش حاط حرته في سمك؟ يعني احنا في الغالب بنشوف في الألعاب بيكونوا حاطين أوادم، بس سمك ما خلى نوع سمكة إلا وجابه. والله جو غريب والله. You have been chosen. بعدين علموني ايش اللي يخليك تجري. والله شكل ورانا جري يا جماعة. طيب على كذا احنا تعدينا طريق صح؟ وش ذا؟ Behold. كل شيء كان مكتوب. مين ذا؟ كان اللي مع كابتن سبايرو؟ واو يا لطيف. أما هذا كله حلو. ما نفهم. الظاهر لازم نستلم قضية، بس مين ذا؟ خلينا نشوف شكله السكرتير حقه. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Okay. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat in... هذا بيعطينا قضية جديدة. If you come to me, it means you're desperate. اوكي، هو واضح انه انحرق بيته.
والشرطة قالت إنه حادث بس ما وضحت يعني في أمور لسه عناكس على موضوع سارة نفسها. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? ليش الرسمة وصلته بعدما ماتت البنت؟ Which you don't totally deny. في شيء غلط. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. Okay. Okay. You will be handsomely compensated. الآن جاء وقت التحقيق. All right. أخيرا وصلنا للحماس. طبعا هذا بيت العائلة في أحداث كثير سويت لها سكيب للأمانة مملة جدا. مفادها أنه أنا عرفت اللي هو الرسمة, عرفت مكان الرسمة اللي أساسا جانا اللي هو المستودع حقهم, بس مو مهم. المهم أنه الشرطي اقتنع أنه في شيء غلط, وبناء على الشيء هذا جابنا هنا. هو حيكون معاه. البيت واضح انه قديم. يبغانا نروح على المقبرة. اتوقع هو رايح. ايوه. الحين بنروح مقبرتهم. شيء غريب انه كمان يندفنوا صراحة هنا. شوف هذه مقبرة ايش؟ Charles Hawkins grave. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. سيلز سايلز وينشستر هذا هو الشخص المسؤول عن اوكي. Why were they buried? I was given the belief. Strange. Mrs. Hawkins. Let's go to them. اوكي. طيب في سؤال كمان غريب انه ليش I didn't expect to set foot back here after the burial. The flowers on Sarah Hawkins' grave are from the old جديدة. اوكي. في شيء غريب ان هم ليش اندفنوا هنا؟ ما برضو السؤال يطرح نفسه. حنشوف هذا قال يبغى يقعد هنا شوية, ففرصة أفتش المكان. أبغى أشوف أنا اللي هو المسؤول الحديقة ومسؤول التنظيم حق المكان هذا. This entrance is still in use. Okay. مقفل. أوه. You're trying to force the door, you nosy prick. Easy, sir. All right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We حسب ان حرامية. Dump them into the ocean. حسب ان حرامي. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. من جد اعطينا فرصه نتكلم. انت على طول تبي تتضارب معانا. اوكي حلو, اعطاني المفتاح قال لي فتش خذ راحتك. يس شاو وي انا. اخيرا بندخل البيت المرعب. I'm with you. Follow me. I know. دخلنا البيت يا جماعه. Who left this light on? يقول مين اللي خلى الانوار شغاله؟ شوف صور قبل لا اروح افتش. Was Charles Hawkins some kind of explorer? حق مغامرات, راح على مصر شكله الاهرامات. Let's see if I can find something the cops missed. اوكي الحين نشوف النار كيف اشتعلت وكيف قتلتهم. Investigate. اوكي هنا في شيء. The child's corpse left a trace. Where are الولد, the الولد مات هنا. هنا كانت في صورة. If the painting I found on the docks really came from here. الرجل اللي كان مخطوب. من جد كيف الصورة ما انحرقت؟ هنا كمان في شيء. They had a fight. Why? تقاتلوا مع أحد. Did it stop at the time of the fire? Did it stop? Broken clock. وش ضربوا هم الزوجين؟ بس ليش؟
في شيء تحت شوف. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? من جد كيف فقدت واحد من جا الله يكرمكم جزمتها وصندلها. Is Charles Hawkins a heavy drinker? Heavy drinker. أخونا بالله شرب شكله لين جاب العيد. أوكي حصلنا الكلو هذا. شوفوا كيف. Did someone escape the fire? في واحد شرد. في واحد ما انحرق والله يا جماعة. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. ما هو واحد رماها عليهم شكله. This was a fight. في شيء غلط صار. Someone fell here. في واحد طاح هنا. A desperate attempt to flee. ايش ده؟ ايش حصل؟ And the boy. So detective, what do you make of it? والله حصلنا شيء. قلت له الحريقة مو حادث. What's your theory? ايش هي نظريتك؟ قال له في طريقة واحدة عشان نتأكد انه صار قتال او شيء زي كذا. خلينا نتأكد من باقي البيت. What will her room reveal about her? ايش هذا؟ غرفة نوم مين هذه؟ ما انا عارف هذه غرفة نوم مين. اوه قدرت افك الباب. حلو يلا فك. Perfect. والله هو حذرني اني ما العب. اوه بس اعتقد كذا الموضوع صار واضح. موضوع فيه سحر شكله مستدعوا شيء بس مين اللي استدعاه انا ما اعرف. فرانسيس ساندر عطوه ببلاش اخر شيء ما حاسبه بس هذا المكان اندل. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? ما ادري ليش استخدمت السحر هذا. بعدين لاحظوا المخشات اللي على الباب. Locked. ايه بس المخش ده اللي على الباب مو طبيعي. اوكي الى الان الامور. Barbiturates. ايش هذا؟ Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. ما ادري ايش ذا. دواء. اللي عارف الا الدواء ذا. Bradley, is that you? مين ذا؟ في احد. Is anyone there? ما انا سمعت صوت على طول درعمت. ما عندنا رحمه. في شيء. في شخص. المخشات دي انا مين طمنتني ترى. ما اعرف. الله يستر. كأنها هي رسمة نفسها. أما رسمتني يعني مو صدفة أنا جاني الموضوع ما اختاروا إلا عارفين في شيء معين. الكابوس شكله مو صدفة كمان. في أحد وراك. أوف مين ده؟ تعال والله سريع حتى نط نزل من هنا. دقيقة فين راح؟ كيف كذا؟ Did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? يقول ما شاف أحد. A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. راح من هنا. Was closed earlier. يقول هذا الباب كان مقفل أول. Where did he go? إيش هذا المكان؟ It looks like an old seaway map.
ايه شايفين؟ Glasses is in the Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to في the شيء هنا شكله. It's movable. Do you really think that your fugitive cogwheels? They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. Secret message. I must find a way to activate the opening mechanism. في طريقة معينة. خلينا نشوف. Great. I managed to force the gears. Looks like I've triggered something. في شيء. As if the bookcase has been moved several times. هذا هو. في كتاب معين هنا لو فكيناه حيفك لنا باب سري. اوكي. والله شكله في طائفة دينية معينة سووا دعاء لشيء معين وخرج لهم ونكب الدنيا. طيب كانوا قاعدين. نشوف هنا في شيء. Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. اللي كان حاطه هنا يقول ما كان يبغى يكون معروف انه او متواجد في البيت يعني. هنا في شيء. This piece of cloth is unmistakably from a dress. وشافتهم سارة. اوكي عشان كذا صار القتال والمضاربة اللي شفناها اول. Make sense. كذا الموضوع بدأ يصير واضح. كشفت سره. واضطروا يقتلوهم شكلهم الاثنين كلهم. خلص عليه. والله شكلك حتنقتل انت. هنا ايش في؟ اوف زي المدخل. اتقفل علينا شكله. المهم ان الشرطي ما يبيجي عشان ما بيعدم ملابسه اخونا بالله. هذه اللي تصيد الكوابيس. هذه انا اللي اعرفها هذه اللي تصيد الكوابيس. Kind of dream catcher. Dream catcher ايوه. If I touch it, it'll turn to dust. مكسر بعضها. هذه تصيد الكوابيس مليانه هنا. وشوف النقوشات كيف زي اللي في ريد ديد. These paintings must be several centuries old. يقول كم قرن لها كم جيل قديمة. وفيش السمكة الغريبة دي. This monstrous creature must be an allegory. شكله هو اللي أكل الحيتان ذا واستدعوه وجابوه وقاعد يأكل في الحيتان عشان كده هم حاسين في شيء غلط. ما أدري بس شوفوا في أوادم وفي الوحش الضار أكل أوادم. ايش اللي ساير ما اعرف هنا نجوم في كتابات البيوت اللي خرجت كانها من المويه المهم شايفين انت الوحش ما اعرف المكان ده فيه سر ترى من جد ما عندنا وقت نقعد نبحث فيها كلها بس ابغى اشوف انا هذه ايش يقول كانها زيت حيواني بس يعني هذا اللي واضح معاه خلينا نشوف هناك ايش فيه ما ادري اذا كان ينفك الباب والله ينفك برافو شوفوا What's going on here? Piers Keep your voice down اسكت Good God What have you got me into? يقول انت ايش اللي خلاك تجيبني هنا We'll see I'll go on Try to go down on your side Yeah There's a passage. الله يستر. في ناس قاعدين يضحوا فيهم. شوف 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 الناس اللي هناك. يعبدون شيء في شيء هنا في اليسار ترى. الحين حنشوف ايش هو. يمكن هي اللي رسمته سارة. حاطين صورتي. انا ايش دخلني؟ A mass grave. هذا قبر كأنه. يرمون فيه الناس وصورتي ليه بيضحوا فيا نفس الكابوس I got it. اوكي
هنا يرمون السمك شكل. I can't breathe. مو قادر يتنفس. What? فينك؟ ما أدري إيش. مربوش. No, damn it. I must find a way out of here. طيب أكيد في طريق ثاني، خلينا نشوف من هنا إيش فيه. أوكي. أيوة أيوة. كان في مخرج برا المكان مرة نهائيا. أنا شايف في نور شمس كأنه، صح ولا؟ Is it my turn? Yes. تستاهل. Will be soon. You will soon be one of us. قريب حتصير واحد من. If your body and mind are ready. I dream of it every night. كان يحلم إنه ينضم معاهم. I am ready. ما يمدي يفك. بس شايفينهم أنتم كيف يسوون زي التعويذة ولا؟ تعبدون ولا ما ادري ايش يسوون. طيب هنا ايش في كمان؟ افضحهم دحين. شوف ايش سووا. شو ذا دريمر اندر يور ذا الشخص الحالم. يا كتولو نثسها فتاق. إيش هذا؟ شو اللغة دي؟ هذول هم الناس اللي ضحوا فيهم. شوفوهم. It looks like a kind of deep coma. What could this ritual have done to them? جد ما أدري سووا فيهم. يبغون المخرج شكله من هنا. We are. For the ceremony. احنا جاهزين لل His awakening is complete. He will join you shortly. ان شاء الله انه مو منتبه لي. ايوه هو ذا المطلوب. خليهم يقعد يسوي تعويذاتهم براحتهم. وش ذا كمان؟ نفس الحلم. نفس الحلم يا جماعة. بس في الحلم كانت وجيهم مي باينة. وهذا الشرطي لما نخش عليهم قتلوه. هذاك مو طبيعي، يشوفوا يده هو زي اللي في الحلم. An intruder. Oh shit. Don't move. Police. Police. Don't move. هذا اللي رسمته. I won't hesitate. Bradley, get back. Get back. You asked for it. شكله ما يموت يا عمي ذا وحش. ايوه اللي في الرسمة. تشارلز. تشارلز. اللي هو الزوج. وي. هرب. سد علي الباب. اوكي. قاعد يطيع علي الجدران. الحجارة. نط. مو مشكلة. تتدبر. لا 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 لا. هرب. هروب. لا. كسرت رجله شكلها. تشارلز والله طلع هو. شوف دم طاح حتى عليهم هم، مو بس علي انا كمان. طريق من هنا. هيا اطلع.
Light. At last. أقول لك إذا غلقنا. أوه. وبكذا يكون وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم. أتمنى أنه عجبكم، وأتمنى أنه إذا شايفين ممكن نكمل الجزئية الباقية تكتبوا لي تحت في التعليقات، وطبعاً بشوف تفاعلكم واللايكات أهم شيء هي اللي حتخلينا نكمل أو لا. فإن شاء الله نشوفكم في مقطع جداً قريب. مع السلامة. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are